هل من حق ولي المخطوبة السماح للخاطب في الرؤية الشرعية مدة لا تتجاوز 5 دقائق فقط؟ وله ذلك حسب المقامات وحسب الذي يراه صوابا. عجبتك البنت أعجبتك، ممكن تعجبك لأول لحظة البنت جميلة وحسناء، خلاص لا داعي للتغلي الإطالة أكثر من ذلك. 5 دقائق ما في مشكلة أن يقول لك خلاص، أنت ما دمت رأيتها واستقرت نفسك فخلاص، ما أعجبتك اذهب لغيرها.